السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس. أنا عباس الحمادة، معلم رياضيات في مدرسة السعودية المتوسطة للبنين. أرى أن الرياضيات جميلة وممتعة، ولدي لكم اليوم بعض المسائل المدهشة أعرفكم بها ونقوم بحلها معا. هل أنتم جاهزون؟ حسنا، إليكم هذا السؤال. أريدكم أن تحسبوا كم هو مجموع الأعداد من 1 إلى 100. هل بوسعكم حساب ذلك خلال دقيقتين؟ حاولوا وسأعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. لعلكم لم تتمكنوا من إكمال الحساب، لكن لا بأس، تندرج هذه المسألة تحت عنوان المتتاليات أو الأنماط الرياضية، وتعتبر دراسة المتتاليات من الأمور الأساسية في الإحصاء والهندسة، لما تقدمه من حل لمسائل تتصف بأن إيجاد حل لها دون الاعتماد على قوانين المتتاليات يستغرق وقتا طويلا، إذن فهي مفيدة في تسريع الحساب. وببساطة، المتتالية هي سلسلة من العناصر يربط بينها علاقة، كأن يكون العنصر مساويا العنصر السابق مضافا إليه عددا محدد أو متغيرا بانتظام، مضروبا بعدد محدد أو متغيرا بانتظام، أو لربما عددا ثابتا. وبإمكاننا تعريف المتتالية الحقيقية بأنها تابع مجموعة تعريفه الأعداد الصحيحة الموجبة، ومجاله المقابل مجموعة الأعداد الحقيقية. الآن أرجو أن تقسموا أنفسكم إلى مجموعات، وتحاول كل مجموعة اكتشاف النمط الرياضي لواحدة من المتتاليات التالية، ثم تكتب العنصر التالي في المتتالية: 1 4 7 10، 1 2 6 24 120، 2 2 2 2، 0 1 1 2 3 5 8 13. مرحبا بكم ثانية. أرجو أن تكونوا قد لاحظتم أنه في السلسلة الأولى كان كل عنصر يساوي العنصر الذي قبله مضافا إليه 3، وبالتالي يكون العنصر الذي يلي 10 هو 13. أما في السلسلة الثانية فقد تم ضرب العنصر الأول ب2، وضرب العنصر الثاني ب3، والثالث ب4، وهكذا علينا أن نضرب 120 ب6 لنحصل على العنصر التالي وهو 720. أما السلسلة الثالثة فأمرها سهل، فكل عناصرها متماثلة وتساوي العدد 2، والعدد التالي هو 2 أيضا. وأما السلسلة الأخيرة فأول عنصرين منها تم وضعهما كما هما، ثم كل عنصر هو ناتج جمع العنصرين السابقين له. وهذه السلسلة بالذات لها تطبيقات رياضية عديدة، وتسمى سلسلة فيبوناتشي، وهناك درس ممتع على موقع بلوسمز يتناولها، واسمه الرسوم النمطية المدهشة ومعادلة الفرق، قدمته لورا زاجر، يمكنكم مشاهدته بعد الانتهاء من هذا الدرس. إن السلسلة الأولى والسلاسل المشابهة لها تسمى بالمتتاليات الحسابية، إذا كان الفرق بين أي حدين متتاليين فيها يساوي مقداراً ثابتاً، وتم تسمية ذلك المقدار الثابت بأساس المتتالية، وسنرمز له بدي. بإمكاننا أن نعبر عن ذلك ب دي يساوي AN زائد 1 ناقص AN، كما بإمكاننا أن نناقش موضوعها على النحو التالي: A1
يساوي A و A2 يساوي A زائدا D A3 يساوي A زائدا 2 في D A4 يساوي A زائدا 3 في D AN يساوي A زائدا N ناقصا 1 في D وهذا الأخير نسميه الحد العام ولكن إذا لم نعرف الحد الأول وعرفنا الحد AK فيكون AN يساوي AK زائدا N ناقصا K في D والآن ما رأيكم أن تقوموا بهذا النشاط؟ أوجدوا الحد العاشر والحد المئة للمتتالية 5 7 9 أهلا بكم من جديد ها هل تمكنتم من حسابها؟ نعم المتتالية حسابية وفيها D يساوي 7 ناقصا 5 يساوي 2 و A يساوي 5 الآن A 10 يساوي A زائدا 9 D يساوي 5 زائدا 9 في 2 يساوي 23 و A 100 يساوي A زائدا 99 في D يساوي 5 زائدا 99 في 2 يساوي 203 سأزيدكم بأنه لو أردنا أن نعرف ما هو الحد الذي قيمته 45 نكتب AN يساوي A زائدا N ناقصا 1 في D 45 يساوي 5 زائدا N ناقصا 1 في 2 N ناقصا 1 يساوي 40 قسمة 2 N يساوي 21 إذن الحد 21 قيمته تساوي 45 تعالوا نتوسع ونستكشف هذه الأنماط أكثر أليس بإمكاننا بفرض أن المتتالية منتهية أن نكتب مجموع هذه العناصر هكذا؟ SN يساوي A زائدا A زائد D زائدا A زائد 2 في D زائدا M ناقص 2 في D زائدا M ناقص D زائدا M كما بإمكاننا كتابتها بشكل معكوس هكذا SN يساوي M زائدا M ناقصا D زائدا M ناقص 2 في D زائدا A زائد 2 D زائدا A زائد D زائدا A دعونا نقوم بجمع المعادلتين على النحو التالي 2 SN يساوي A زائدا M زائدا A زائد 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 M أي 2 SN يساوي N في A زائد M ومنه نجد SN يساوي N قسمة 2 مضروب في A زائد M هذه نتيجة رائعة لكن ماذا لو لم نكن نعرف الحد الأخير M وعرفنا أساس المتتالية أليس M هو الحد الأخير ويساوي M يساوي AN يساوي A زائد N ناقص 1 في D لنعوض في النتيجة التي توصلنا إليها فنجد SN يساوي N قسمة 2 مضروب في A زائد A زائد
n ناقص 1 مضروب في d. Sn يساوي n قسمة 2 مضروب في 2 a زائد n ناقص 1 d. سأترككم دقائق الآن لتحسبوا بالاعتماد على ما توصلنا إليه مجموع الأعداد من 1 إلى 100 خلال دقيقتين فقط. تذكروا خلال دقيقتين فقط. ومجموع الأعداد 50 الأولى من المتتالية 2 4 6 8 10 خلال دقيقتين إضافيتين. هيا أعزائي ألقاكم بعد قليل. أهلا بكم، لقد كان الحساب سهلا. نعم، بكل بساطة عوضنا في القانونين اللذين توصلنا إليهما. اس 100 يساوي 100 قسمة 2 مضروب في 1 زائد 100 يساوي 50 مضروب في 101 يساوي 5050. اس 50 يساوي 50 قسمة 2 مضروب في 2 مضروب في 2 زائد 50 ناقصا 1 مضروب في 2 يساوي 25 مضروب في 4 زائد 98 يساوي 2550. والآن شاهدوا ما حصل معي بالأمس القريب عندما كنت ألعب الشطرنج مع صديقي. هذه اللعبة رياضة للعقل وتدفع إلى التفكير العميق قبل كل حركة. نعم، ولاختراعها قصة طريفة حدثت في الهند قديما. في الهند؟ ما هي؟ ابتكر هذه اللعبة رجل وقدمها هدية للملك، فسر بها الملك وأعجبته، وسأل الرجل أن يطلب مكافأة له على هذا العمل، فما كان منه إلا أن طلب أن يعطى عن كل مربع من مربعات الرقعة 64 حبة قمح عن المربع الأول، وحبتين عن الثاني، وأربع حبات عن الثالث، وثمانية عن الرابع، وهكذا تتضاعف الحبات إلى المربع 64. ولكن ما هذا الطلب الغريب؟ لقد ظن الملك أن الرجل يطلب شيئا بسيطا، فطلب من وزيره أن يعطى الرجل كيسا كاملا من القمح. وماذا بعد؟ لقد طلب الرجل أن يعطوه بالضبط ذلك القدر الذي طلبه، وهنا انهمك المستشارون في حساب كمية القمح بدقة، واكتشفوا أنها هائلة جدا ولا يستطيع الملك إعطاءه إياها، فهي تتجاوز إنتاج كل الممالك من القمح لعدد من السنين. هل هذا معقول؟ هل تعتقدون أن هذه القصة معقولة؟ فكروا في ذلك بضع دقائق وحاولوا حساب كمية القمح، وسأعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم، تعالوا نتفحص هذا النوع من المتتاليات. 1 2 4 8 16 32. إنها متتالية هندسية وفيها كل حد يساوي ناتج ضرب الحد السابق له بعدد حقيقي ثابت يسمى أساس المتتالية، سنرمز له بـ R، وهو في هذه الحالة R يساوي 2. لنكتب A1 يساوي A، A2 يساوي A مضروب في R، A3 يساوي AR مضروب في R يساوي AR مربع، A4 يساوي AR تكعيب. ولكن إذا كان الحد الأول هو AK فيكون الحد العام AN يساوي AK R N ناقصا K. ماذا عن مجموع حبات القمح في قصة الشطرنج؟ SN يساوي
A1 زائدا A2 زائدا A3 زائدا AN. SN يساوي A زائدا AR زائدا AR مربع زائدا AR مكعب زائدا AR N ناقصا 1. إذا كان R لا يساوي الصفر بضرب طرفي المعادلة بR نجد RSN يساوي AR زائدا AR مربع زائدا AR مكعب زائدا AR N. بطرح المعادلة الأولى من المعادلة الثانية هذه نجد RSN ناقصا SN يساوي ARN ناقصا A. R ناقصا 1 مضروب في SN يساوي A مضروب في RN ناقصا 1. لاحظوا أنه من المعادلة 1 إذا كانت R تساوي 1 فإن SN يساوي A مضروب في N، وإذا كانت R لا تساوي 1 فإن SN تساوي A مضروب في RN ناقصا 1 قسمة R ناقصا 1. ولأن رقعة الشطرنج فيها 64 مربعا نكتب S64 يساوي 1 مضروب في 2 64 ناقصا 1 قسمة 2 ناقصا 1 يساوي 2 64 ناقص 1 يساوي 18 كوينتليون و446 كوادرليون و744 تريليون و73 مليار و709 ملايين و551 ألف و615 حبة قمح. وباعتبار أن كل 1000 حبة قمح تزن 40 غراما سيكون وزن القمح المطلوب أكثر من 700 مليار طن، وهو ما يعادل 1000 ضعف من الإنتاج العالمي للقمح سنويا. حسنا، بعد أن رأينا كيف تتضخم الأرقام بسرعة في المتواليات الهندسية سأعرض عليكم هذا العرض. لدي سيارات للبيع بالتقسيط لمدة شهر أي 30 يوما فقط، تدفعون في اليوم الأول هللة واحدة وفي اليوم الثاني هللتين وفي اليوم الثالث 4 هللات وفي اليوم الرابع 8 هللات وهكذا إلى اليوم 30، حيث سأسلم من يكمل الدفعات 30 سيارة فخمة حديثة، وأحول إلى حسابه في المصرف 1,000,000 ريال أضافة إلى ذلك. إذا كنتم تودون شراء سيارة أو كان لديكم استفسارات عن هذا الدرس فبوسعكم إرسالها إلى بريدي الإلكتروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المعلمين، وشكرا لكم لاختياركم هذا الدرس لطلابكم. كما رأيتم يدور موضوع هذا الدرس عن المتتاليات، ويقوم بتقديمها بمسألتين ظريفتين ممتعتين فيها من التحدي والاندهاش ما يجذب انتباه الطلاب. هذا الدرس موجه لطلاب المرحلة الثانوية، وجميع المعلومات التي يرتكز عليها الدرس يتم تناولها في المرحلة المتوسطة مثل المعادلات والعمليات عليها من طرح وضرب. في نهاية النشاط الأول ربما تجدون أنه من المناسب ذكر قصة جاوس مع معلم الرياضيات، وقد ذكرتها في دليل المعلم المكتوب والمرفق في هذا الدرس المرئي. في النشاط الرابع تلفتون انتباه الطلاب
إن الخمسين حدا الأولى هي نفسها الأعداد الزوجية من مجموعة الأعداد من 1 إلى 100. في نهاية المقطع السادس يمكنكم أن تخبروا طلابكم عن أن هناك كثير من المسائل في الحياة العملية تحتاج إلى فهم الموضوع للمتتاليات الحسابية والهندسية. فمثلا عد أشياء مرتبة على شكل هرمي وعد الكراسي في بعض المدرجات يعتبر من مسائل المتتاليات الحسابية. وطريقة زيادة راتب موظف سنوية بنسبة مئوية وازدياد عدد سكان العالم هما مثالان على المتتاليات الهندسية. وإنه في مثال الشطرنج عندما تكون R تساوي 2 يكون مجموع الحدود السابقة يساوي الحد الحالي ناقصاً 1. أي مثلاً في المربع الرابع 8 حبات قمح ومجموع الحبات في المربعات 3 الأولى يساوي 8 ناقص 1 يساوي 7. هنالك العديد من المسائل الإضافية التي يمكن طرحها على الطلاب لأجل التوسع في فهم المتتاليات. مثلا متتالية حسابية أكمل الحدود الناقصة 5 فراغ 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 سالب 35 إلى آخره. أوجد المتتالية الحسابية إذا علمت أن A4 تساوي 12 وA7 تساوي 18. هل المتتالية 1 ونصف 3/4 إلى آخره متتالية هندسية؟ أثبت أن المتتالية AN-1 على 2 هندسية ثم أوجد حدها السادس. وأخيرا أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الدرس، وآمل أن يكون إضافة مفيدة للمكتبة العلمية العربية، ودمتم بخير.